لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وفاة نجمة بوليود مينيشا يادب عن عمر 29 عاما. توفيت نجمة بوليود الهندية مينيشا يادب بعد تعرضها للإصابة بنزيف في المخ وفق التقارير الطبية الأولية لوفاتها. ورحلت الفنانة الشابة عن عمر 29 عاما وسط حالة من الصدمة بين الوسط الفني الهندي، وخيم الحزن والصدمة على نجوم بوليود على رحيل مينيشا يادب. وكتبت الممثلة برديهي شارما هذا الخبر مفجع للغاية، مضيفة: لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرض مسلسل جودة أكبر، لكن لدينا مجموعة على واتساب التي تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض. هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها، وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا فنحن نفعل ذلك في المجموعة. ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.